بحاول ليه حاضرين البلاي اوف تحذيرات توا فهمتني كما الجمعيات الكل، نظري وتطبيقي، نظري في النزل وتطبيقي في الميدان صباح وعشيه من نهار لحد ان شاء الله نكملوا نهار الجمعه تحذيرات بريتم عالي، محاضرين دوليين والحمد لله ان شاء الله ربي يوفقنا بحاول ليه حاضرين. والله شوف هو بالنسبه معناها مواصله العمل كما قال سي ناجي، مواصله العمل البقاء للافضل البقاء للاجدر العمل ثم العمل. والله هي المساله مش شخص معناها في شخصي انا معناها في قدر ما معناها في قدر انه قطاع كامل. والله شوف ما معناها ممكن الجمهور والراي العام ما يعرفناش خاطر احنا سي انتردي علينا نتكلموا في الاعلام فهمت، هذه فرصه لما خدينا معناها ترخيص من الاداره نتاعنا توا باش نتكلموا معكم. الحاجه الثانيه خويا نخدموا على رواحنا فهمت، بحول الله معناها نكونوا في المستوى وبحول الله ننجحوا البطوله نتاعنا. لا 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 ما فماش، شوف انا ما مش باش ندخل معاك مي راهو معناها شوف الاخطاء وارده راهو في العالم، الاخطاء وارده والاخطاء تصير. انا مع فما حتى معناها فما حتى بريسيون تصير علينا ولا حتى